الآن تشاهدون هيدروجين ده وقود قوي جدا ونظيف جدا ومجاني لأنه بيجي من مية. مين بقى ساعدك في التصنيع نفسه؟ ده موضوع راك شغال على تطويره بقالك 8 سنين. الهدف بتاعنا إن إحنا نصدر المنتج ده وإن إحنا نوطن صناعة الهيدروجين في مصر. لو حضرتك عايز توفر من 10-30% من وقود عربيتك الملاكي مهما كان نوعها وتعمل تنظيف بشكل مستمر للمحرك من الكربون وتضاعف عمره وكفاءته وعزمه وتطول عمر قطع الغيار وخصوصا علبة البيئة وحساس الشكمان والبوجيهات وتحس باختصار انك راكب طيارة، يبقى لازم تركب في عربيتك جهاز اسمه جرين تيربو. دي باختصار فوائد الجهاز المصري بنسبة 100% جرين تيربو اللي نجح في ابتكاره مهندس اسمه رامي أنور شنودة وسجله للحصول على براءة اختراع محلية ودولية بعد 8 سنين من البحث والتطوير للجهاز اللي بيعتمد بشكل رئيسي على طاقة الهيدروجين لتحقيق الاحتراق الكامل للوقود في العربية ونجح في تصنيعه بحجم صغير جداً وبتكلفة لا تذكر. المهندس رامي أنور شنودة انضم كشريك مؤسس في شركة اسمها جديد لتكنولوجيا المناخ واللي أسسها مجموعة من الشباب الطموح كشركة ناشئة هدفها الاستثمار في تكنولوجيا المناخ والطاقة النظيفة. ومن حوالي سنة تقريباً بدأوا تسويق جهاز جرين تيربو وتوثيقه ووضع مواصفات قياسية للجهاز اللي مدى استخدامه ملوش حدود لأنه ممكن يتركب في المقطورات والميكروباصات والمراكب ومولدات الطاقة وغيرها ويحقق نفس الأهداف وأهمها توفير الوقود وحماية المحرك ومضاعفة عمره وكفاءته. تعالوا في البداية نقابل المهندس رامي أنور شنودة مبتكر جهاز جرين تيربو والشريك المؤسس ومدير التشغيل والعمليات في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ خلال زيارته لفرع الشركة في محافظة بورسعيد. براحة كده اشرح لنا يعني ايه جرين تيربو، بيشتغل ازاي، اهميته ايه، ممكن يضيف لنا ايه، يعني ايه مصر تصدر الجهاز ده. فكرة دي جات لي من 8 سنين كنت انا عاوز اوفر وقود في العربيه بتاعتي الشخصيه، فابتديت اشوف ايه الناس بتعمله بره مصر او جوه مصر لتوفير الوقود، فاكتشفت فكره الهيدروجين. الهيدروجين ده وقود قوي جدا ونظيف جدا ومجاني لان هو بيجي من الميه، فابتديت اطور في الجهاز، اعمل جهاز خليه الاول بدائيه زي ما كل الناس بتعملها، وابتديت اطور فيها اشوف مشاكلها ايه وعالجها اعالجها اعالجها، لان هو ده كان سبب عدم انتشار الاجهزه دي في العالم كله بسبب ان كان ليها بعض العيوب. اولا كان بيبقى حجمها كبير جدا وكان وكذا قطعه، فتركيبها في العربيه كان بيبقى صعب جدا. تاني حاجه كان بيجي مستورد، فكان بيجي بالفلوس كان بيبقى سعره غالي جدا، زائد ان هو كان ليه برضو مشكله ان هو بيستهلك كهرباء كتير من بطاريه العربيه، فده كان بيؤدي بالسلب على العمر الافتراضي للبطاريه العربيه وممكن دينامو العربيه كمان. انا في خلال 8 سنين دول كنت قاعد اطور واجرب واعمل اختبارات عشان اوصل. اخترعته من الصفر ولا جبت جهاز وطورته؟ لا من الصفر، لان هو ده اللي خلاني اقدر اقدم له براءه اختراع مصري ودولي. لان لو في اي حاجه شبهه الطلب بتاعي يترفض على طول. صحيح. انا الحمد لله جهاز تصنيع بالكامل في مصر، مفيش اي جزء فيه انا بستورده، فبقى سعره يعتبر ربع أو خمس جهاز المستورد. الشكل التاني الحجم الكبير وكذا قطعة، أنا جهاز بقى قطعة واحدة فقط دمجته خليته مدمج بقى في حجم إزازة المية المعدنية الصغيرة. ثالثا إن الجهاز بقى بيستهلك كهرباء حوالي 10% من الأجهزة التانية اللي هي التقنية القديمة، زائد ان احنا كمان اضفنا حاجات ما كانتش موجوده، ان احنا خليناه بقى جهاز ذكي ان هو نقدر نتحكم فيه عن طريق موبايل ابلكيشن. يعني ده يعتبر اول جهاز عباره عن خليه هيدروجين ذكيه. تمام. حافظ على العربيه بتاعتنا وتوفر في الوقود، صح كده؟ تمام. وليها فوائد كتير جدا. تمام. اشرح لنا بالراحه فوائدها. توفير الوقود ده اول حاجه. تاني حاجه على المدى المتوسط ان هو بيوفر في صيانات، مصاريف الصيانه وقطع الغيار. المرحله الثالثه اللي هي على المدى البعيد ان هو بيحافظ على المحرك نفسه، العمر الافتراضي بتاعه، صوته اهدى، صوته انعم، بقى بيديله عزم وتسارع اكنك ركبت تيربو، عشان كده احنا مسمينه جرين تيربو، لان هو اخضر بيحافظ على البيئه وبيقلل استهلاك الوقود وفي نفس الوقت بيديك العزم والتسارع اكنك ركبت تيربو. يعني ايه بيقلل استهلاك الوقود؟
ما انا بدوس البنزين العربيه بتجري، بيعمل ايه يعني؟ تمام، غاز الهيدروجين ده غاز اشتعاله قوي جدا ونظيف جدا. فانا لما بدخله بنسبه بسيطه جدا للمحرك بيبتدي يخلي اللي بدل ما يبقى فيه نسبه وقود غير مكتمل الاحتراق بنسبه 20 او 30%، لما بيخش معاه غاز الهيدروجين ده بيخلي الوقود يبقى مكتمل الاحتراق بنسبه 97% مثلا. فاستفيد انا كصاحب العربيه اللي دفعت فلوس البنزين. تمام. من كل فلوسي بكل ذره بنزين تخش بقيت بتستفاد بيها. تمام. فتلاقي اللتر مثلا لتر بنزين بدل ما كان بيديك 8 كيلو لا يديك 10 يديك 12 كيلو، فيبقى التوفير الكيلوهات اللي جات لك زياده دي قللت لك في استهلاك البنزين، فده يعمل لك التوفير. مين بقى ساعدك في التصنيع نفسه؟ ده موضوع حضرتك شغال على تطوير وبقالك 8 سنين. النهارده ما عادش بقى نموذج بنفرجه للناس. لا ده في عربيات النهارده بتركبه، ده في اكتر من 2000 عربيه انت بتقول ركبتوها. تمام. صح ولا لا؟ تمام. طب الكميه التصنيع دي بقى عند مين؟ احنا بنصنع لدى الغير المصانع، كل مصنع بنصنع جزء معين وبنجمع الاجزاء دي كلها، وعندنا ورشه لتجميع الجهاز بالشكل النهائي ده. تكاليف الجهاز، تكلفه الجهاز عشان اركبه بتبدا العربيات الملاكي السي سي من اول صفر لغايه 2000 سي سي هو السعر ده. جهازين، في جهاز ب 4.5 في جهاز ب 6.5، الفرق بيبقى في العمر الافتراضي والضمان. المايه بتاعته صيانته عامله ازاي؟ ضمانه ايه؟ احنا بندي ضمان سنتين، عمر افتراضي للجهاز من 4 لـ5 سنين ويجدد. برضو دي ميزه مهمه جدا في الجهاز بتاعنا، ان احنا الجهاز الوحيد اللي بعد العمر الافتراضي ما ينتهي ما بترمهوش، حضرتك بتجيبه لنا تاني واحنا نجدده لك بما يعادل 20 او 30% من سعره، ويشتغل معاك 4 لـ5 سنين تاني وتالت ورابع. الصيانات بتاعته ما بيحتاجش اكتر من انت كل ما تمشي حوالي 4000 كيلو تحط له سرنجه ميه 40 سنتي. ما صدرتش ازاي لغايه دلوقتي؟ احنا الحاجات دي بتحتاج يعني جهاز زي ده انت ممكن تقلب العالم بجهاز زي ده. احنا لسببين، السبب الاولاني طبعا الاجراءات طويله شويه بالذات بتاعه التصدير، تاني حاجه اللي احنا محتاجين تمويل بصراحه، لان الحكايه دي عشان احنا بادئين شباب على قد امكانياتنا، فاحنا محتاجين تمويل سواء حد مستثمر يجي معانا يشجعنا وهنبدا بقى تصنيع على كميات كبيره. هو هيدخل في مشروع ناجح خلي بالك. طبعا طبعا طبعا، ونسبه مكسبه تفوق اي نسبه مشروع تاني تماما يعني. طيب محتاج ايه تاني؟ تسهيل بقى اجراءات، يعني احنا بنعمل الجهاز كل ما بنعمل فيه حاجه بنعمل له اختبارات في مراكز حكوميه عشان يبقى جهاز معتمد بشهادات معتمده، فطبعا الشهادات دي بيبقى ليها تكلفه كتير، يعني عاوز اقول لحضرتك اختبار واحد او اختبارين ب 100,000 120,000 فبيبقى كتير علينا، فلو الجهاز دي تدينا خصم كويس تدينا منحه ان احنا نعمله مجانا، لان في الاخر المشروع ده بيحافظ على البيئه، يعني هو مش مكسب لينا احنا وبس، لا ده بيحافظ على البيئه وده اللي كل العالم متجه ليه دلوقتي. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس إسلام سعد بريك، مدير التكنولوجيا والشريك المؤسس في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ، هيورينا طريقة تركيب جهاز جرين تربو في العربيات، وبجد بيتركب في دقايق، ركزوا معاه. مهندس إسلام سعد بريك، حضرتك هنا مدير التكنولوجيا في جديد لتكنولوجيا المناخ وشريك مؤسس ما شاء الله عليك، ده الجهاز جرين تربو ودي العربية بالظبط، ورينا بتركبه ازاي، احنا الجهاز اختار المكان ازاي، ان الموضوع بياخد وقت قد ايه، فهمنا. احنا الجهاز بيركب في اقل من ربع ساعه، بنختار مكان مناسب في العربيه طبعا. اقل من ربع ساعه؟ اقل من ربع ساعه. اي مكان في العربيه؟ اي مكان مناسب في العربيه بنختاره. هنا هنا اي مكان. تمام. اي مكان حاجه مناسبه طبعا، احنا عرفنا كل العربيه كل عربيه المكان المناسب فيها فين من خبرتنا في الجهاز. انت بركب كام عربيه دلوقتي؟ اكتر من 2000 عربيه ما شاء الله، كل الموديلات، كل الموديلات من احدث موديل سي سي واطي سي عالي وكل الموديلات لحد حاجات الجامده قوي دي. اي عربيه ماشي بنركب الجهاز في مكان مناسب، الجهاز بكل بساطة بناخد أي وصلة، وصلة كهرباء من أي فيوز بيشتغل مع الدورة، وأرضي من أي مكان في العربية. طبعا أنا عاوز أتكلم بس على فوائد الجهاز، إحنا الجهاز دوت بيوفر معانا بشكل لحظي في استهلاك البنزين من 10 لـ40%، يعني أنت لو بتفول كل مثلا 3-4 أيام لا هتبقى 5 أيام 6 أيام، ده بشكل لحظي. بشكل متوسط بقى أنت هيوفر معاك في مصاريف السنة الدورية كمان زي عمر افتراضي الزيت البوجيهات، ده المستوى المتوسط. المستوى البعيد بقى هيوفر مع هيطول معاك العمر الافتراضي للموتور، كل ده يهدى بالظبط. علبة البيئة دي في المستوى البعيد احنا بنقلل. انا بكلمك في الحاجات اللي بتنقحنا يعني احنا بالظبط بنلعب على الحاجات دي. احنا علبة البيئة اللي بيسدها الكربون المترسب من الموتور، فاحنا بنقلل البعث الكربوني بنسبة لحد 75%، فانا بطول عمر افتراضي علبة البيئة كمان. بس كده مجرد ما اوصل السلكتين دول ووصله بالارض خلاص خلص الموضوع. شكرا، خلص الموضوع. انا هوصل سلكتين، ادي ارض ادي الكهرباء،
بنوصل الخارج بتاع الجهاز مع فلتر الهواء. خلصت التركيب. خلناش خمس دقايق هنكمل بس كده. خلصنا اصلا انا كده خلصت. يعني مدخل الهواء الطبيعي بتحط معاه خلاص؟ ما فلتر الهواء الطبيعي جدا. احنا كده خلصنا خلاص. طب والميه بتحطها امتى؟ الميه بنحطها دلوقتي. هنحطها دلوقتي. وبحطها كل قد ايه؟ انت الميه ديت الازازه دي كلها بتكفيك لحد من 20,000 ل 25,000 كيلو. تعالوا بقى نقابل احمد طارق المدير التنفيذي لشركه جديد لتكنولوجيا المناخ، وهيشرح لنا اسباب مسانده الشركه للمهندس رامي انور شنوده مبتكر جهاز جرين تربو. هدفنا هو الاستثمار في كل ما يخص المناخ الامن، صح ولا لا؟ وده هدف العالم كله زي ما حضرتك قلت. اكيد اكيد. قابلنا المهندس رامي، هو راجل علامه في مجاله، راجل متخصص، وقعد 8 سنين يحارب حرفيا لغايه لما ابتكر جهاز جرين تربو وتبنيناه، ولكن اكيد عندنا ابتكارات كتير جدا. كلمنا عن جديد. تمام. هو جديد هي جرين تك ستارت اب، شركه الهدف بتاعها شركه ناشئه طبعا. الهدف بتاعها تقديم حلول لتقليل استهلاك الطاقه والوقود وتقليل الانبعاثات الكربونيه، مش حل واحد. المهندس رامي طبعا متخصص جدا في الهيدروجين، بقى له اكتر من 8 سنين شغال في الار ان دي وطور جهاز. قدرنا ان احنا خلال الفتره اللي فاتت ان احنا نقدم للجهاز طلب براءة اختراع في مصر وطلب براءة دولي. الجهاز اللي حضرتك شايفه ده يعني بيركب على المولدات كمان والسفن، وركبنا اوريدي اصلا على عملنا اكتر من بايلوت كمان. المولدات ركبنا كتير على مولدات، ولينا السوق بتاعتك كبير جدا. السوق كبير قوي ومحتاج شغل كتير قوي، واحنا جاهزين. محتاج ناس في ظهركم ومساندتكم. عشان كده احنا فاتحين راوند للاستثمار في الفتره ديت، لان بقى عندنا طلبات كتير قوي حتى من بره مصر، من اوروبا، وده احنا استغربنا جدا الفتره اللي فاتت. كنا مستهدفين مصر والشرق الاوسط ومن بعدها افريقيا، لقينا ان في طلب من المانيا، من السويد، من امريكا، من بلجيكا على الاجهزه بتاعتنا. عشان كده بدانا ان احنا سجلنا طلب براءه دولي للتكنولوجي دي، عشان محدش يقدر يقلدها على مستوى العالم لحين التسجيل في بلاد بعينها. وبدأنا كمان ان احنا فتحنا راوند للاستثمار، وان شاء الله على السنة الجاية بإذن الله المنتج ده تلاقيه موجود في العالم كله. محمد عمرو هو الشريك المؤسس ومدير التسويق وتطوير الأعمال في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ. قابلناه لأنه المسؤول الأول عن ملف جهاز جرين تربو، ونجح في الحصول على شهادات اختبار للجهاز تؤكد فاعليته. ركزوا معاه. حضرتك استلمت جهاز عبقري جدا اسمه جرين تربو من حد عبقري جدا اسمه المهندس انور شنوده، وكان مطلوب من حضرتك انك تعمل له شهادات ميلاد، صح ولا لا؟ مظبوط. شهادات الميلاد دي عملت فيها ايه؟ احنا اشتغلنا على توثيق براءه الاختراع، واول خطوه خدناها ان احنا نسجل براءه اختراع مصريه، ومن خلال ان احنا دخلنا مسابقه مبادره المشروعات الخضراء الذكيه، كسبنا يعني مبادره المشروعات الخضراء الذكيه، وده فتح لنا طرق كتير جدا. فتح لنا ان احنا حصلنا على منحه من بنك التنميه الافريقي، قدرنا نستغلها ان احنا نسجل براءه اختراع دوليه، قدرنا ان احنا نكسب جائزه الابتكار الصناعي. احنا كنا اول ناس سجلنا معاكم بعد الفوز بجائزه الابتكار الصناعي. برنامج جدعان طبعا. بالظبط. وقدرنا ان احنا جاي لكم هنا على فكره عن ايمان كامل بقدراتكم. كمل حضرتك. وقدرنا ان احنا نوثق النجاح ده من خلال ان احنا نسجل شهادات ايزو، وان احنا نعمل اختبارات مع مراكز حكوميه زي المركز القومي للبحوث ومع المعهد القومي للقياسات والمعايره. وقدرنا ان احنا ناخد اول شهاده من غرفة الصناعات الهندسية ان احنا نصنع خلايا الهيدروجين الذكية. قدرنا ان احنا نحصل على جائزة رالي اكسلريت لليابان، مسرعة كيجاب في كيهانا سيتي لمدينة العلوم اليابانية، وكسبنا جائزة من جي اي تي بي في الصين ان احنا نمثل مصر في مؤتمر جي اي تي بي في الصين في اسيا، وقدرنا نحصل على جائزه من جلوبال ستارت اب اوورد في شمال افريقيا لاحسن ستارت اب في مجال الموبيليتي واللوجيستكس. شايف مستقبل جديد ازاي؟ والله هو حجم المشكله. انا فرحان بيكم جدا، وثقه الناس فيكم على فكره دي مش سهله.
الشارع اللي عمال يجي ويحط عربيته ويمشي ومستني نص ساعة ولا تلات أربع ساعة عشان الجهاز يتركب ويجي ياخد عربيته وحاسب أمان وبيتحرك بيها. الحمد لله. ده 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 نجاح كبير وأصحك ليكم كمان. الحمد لله. شايف إزاي المستقبل بتاع جديد؟ أساسا اللي إحنا شغالين عليه جديد أو طريقة اللي إحنا شغالين منهجية اللي إحنا شغالين بيها هي منهجية مش عادية، إن بيبقى فيه 30 مليون طن كربون يوميا انبعاثات ناتجه عن 10 مليار دولار بتتحرق كوقود احفوري، فده بيعمل حاجه اسمها احتباس حراري على مستوى الكوكب، ده بيضغطنا ان احنا كل يوم نستهلك طاقه اكتر على مستوى الكوكب عشان نعرف نعيش، عشان نعرف ناخد درجه الحراره اللي احنا نعرف نقعد فيها. اللي احنا اشتغلنا عليه ان احنا نخلي الحلول الخضراء بدل ما هي سعرها غالي جدا ومش عملية، لا احنا خليناها سعرها اتشيفابل ينفع العميل يقدر ان هو يركبها عنده او يستخدمها وفي نفس الوقت يسترد ثمنها في وقت قليل جدا، فبالتالي التوازن ده قدر يخلي في منتج قوي يخلي العملاء تشتري او تستثمر في منتج زي ده علشان تحسن المناخ. لسه مع حضراتكم في فرع شركة جديد لتكنولوجيا المناخ في بورسعيد، واللي يعتبر من أحدث فروع الشركة اللي افتتحها مجموعة من الشباب اللي شافوا في جهاز جرين تربو فرصة استثمارية حقيقية. تعالوا نقابلهم، والبداية مع العميد حمد الطائر مؤسس فروع جديد لتكنولوجيا المناخ في اسكندرية والأقصر. حضرتك النهاردة بقيت مسؤول عن تركيب الجهاز ده عربيات المواطن. تمام. صح؟ تمام. بدأت معك حكاية ازاي واقتنعت ازاي انك تحط استثماراتك في هذا المجال؟ انا متابع الشركة تقريبا من ما يقرب من سنة ونص سنتين. الجهاز راكب عندي في عربيتي. ركبت في عربيتي، لا فرق كتير جدا. فرق كتير جدا، اداني هورس باور، اداني توفير في الوقود، قلل انبعاثات كربونية، لا في فوائد كتير جدا للجهاز. لما فتحت الفرعين اشمعنى اسكندرية والأقصر؟ اسكندرية موطني الأصلي وإقامتي. اسكندراني يعني. اسكندراني والأقصر كانت أغلب فترة شغلي في الأقصر أو في الصعيد. الصعيد محتاج تنمية، محتاج تنمية مستدامة، محتاج الحفاظ على الأقصر كأثار. اللي بالك سوق كبير جدا، عربيات سياحة عايزة تركب. عربيات السياحة. طبعا. مواطنين. طيب. كل مراكب. مراكب عندي. طبعا. عندي مراكب كتير جدا، عدد الفنادق العايمة والمراكب هناك. برضو هنقلل انبعاثات كربونية هناك على النيل قدام المناطق الأثرية وفي النيل. صحيح. دي حاجة. الحاجة التانية والمهمة ان انا بحافظ لك على قطع الغيار، يعني الهيدروجين بيحافظ على قطع الغيار بحيث ان حضرتك النهاردة بتغير قطعة الغيار على 6 شهور او سنة، لا هتاخد سنتين وثلاثة. أكبر تحدي بيواجه حضرتك النهاردة بعد افتتاحك لفروع جديد لتكنولوجيا المناخ في اسكندرية والأقصر؟ والله هي يعني الحالة الاقتصادية، وإحنا بنحاول نساعد بقدر المستطاع، والشركة بتعمل دايما عروض. نزلنا سعر التنظيف لتقريبا أقل من 50%، عملنا تخفيضات على سعر الأجهزة ونزلنا برضو التخفيض ممتاز وكويس للعميل. بننفذ من خلال المنافذ أو الفروع بتاعتنا بالكامل، ان احنا بنشتغل تقسيط من خلال فيزا مشتريات اي بنك من البنوك. اي بنك من البنوك بيجي لنا فيزا مشتريات احنا بنقسم له، او فاليو او امان او ايا كانت الشركات موجودين على فاليو. موجودين على فاليو وامان وكونتاكت وحاجات كتير. يعني الشاب اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور عبد الرحمن احمد، مالك فرعين لشركه جديد لتكنولوجيا المناخ في مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الدقهلية. تسارع عزم توفير وقود، ده شعار أنت متبنيه حضرتك الدكتور عبد الرحمن أحمد، عندك فرعين لجديد، صح ولا لا؟ مظبوط. الفرع الأول في قلب الحصري في 6 أكتوبر. مظبوط. والفرع الثاني في مدينة المنصورة الرائعة الجمال. مظبوط. دخلت المجال ده ليه؟ والاستثمار ده حطيته ليه؟ وصلت له إزاي؟ مش نبدأ كده. وصلت له إزاي؟ أنا أصلاً والدي بقاله أكتر من 25 سنة في مجال النقل العام والمواصلات، فهو فعلاً الفترة اللي فاتت كان بيدور على حاجة تقلل الوقود، تقلل استهلاك الوقود لأن ده هيفيده جداً في شغله. بالصدفة لقينا بوست نازل بتاع جديد، والدي اتكلم معاهم وقال لهم عايز أوصل للإدارة، وعملنا ميتنج واتقابلنا وفهموا الموضوع ده كله.
فهو جه حكى لي، انا قلت الموضوع ده لا انا دكتور انا مالي. ايوه اكيد قلت كده بالظبط، قلت كده انا مالي بالكلام ده. بس انا برضو لسه انا عندي هوايتي العربيات وتعديل العربيات، فجربته في عربيتنا ولقيت نتائج انا ما تخيلتهاش فعلا. عجبني اول موضوع ده. كان عربيه نوعها ايه اللي انت ركبت فيها؟ جرينتر موتسوبيشي لانسر شارك. تمام تمام. فلقيت في اختلاف، احنا دي اصلا عربيه بتجري لوحدها. مظبوط. واصلا العربيه دي معروفه بقابها ان صوت الموتور عالي. صوت هدي. طب ممتاز. هدي خالص. فعجبني الموضوع فجمدت قلبك وفتحت الفرعين. مظبوط. فتحت خدت الفرنشايز بتاع الجيزه. انت عايش 6 اكتوبر في الجيزه؟ في حدائق الاهرام جنبها. والمنصوره البلد والمنصوره المفروض اصلي. والاقبال عامل ازاي؟ لا الحمد لله كستارت اب حلو قوي. يعني ركبت كام جهاز لغايه النهارده في قد ايه؟ انا فاتح بقالي شهر في الفرعين، ممكن وصلنا ل 50. دلوقتي هنقابل محمد الشربيني مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظه الفيوم. الفيوم وجد عنها استاذ محمد الشربيني، حضرتك المؤسس لفرع جديد لتكنولوجيا المناخ في قلب الفيوم، العاصمه نفسها الفيوم. العاصمه نفسها الفيوم. هل في كان اي شروط صعبه في الحصول على حق امتياز العلامه التجاريه جديد لتكنولوجيا المناخ؟ ما فيش شروط صعبه، بس الشرط الاساسي ان انا ابقى فاهم والتيم بتاعي يبقى فاهم هو بيتعامل في ايه، ويقدر يوصل فكره الجهاز للعميل، زائد ان هو يقدر يتعامل مع الجهاز ومع كل نوع عربيه باختلاف انواع العربيات. الناس في الصعيد استقبلت الجرين تيربو ازاي؟ في محافظه الفيوم على سبيل المثال. استقبلته في الاول ما كانوش فاهمين ايه الجرين تيربو، احنا فهمناهم ده بيحسن اداء العربيه، بيوفر بنزين، بيزود التسارع. عملنا لهم دورات تنظيف كربوني فور فري ودعايه عليه، وفعلا الناس اللي كان بيعمل تنظيف كربوني كان بيجي لنا تاني بيركب الجهاز لانه بيحس باداء وفرق في تسارع وعزم العربيه. هل في اي مشكله ممكن يواجهها اللي بيركب الجهاز في عربيته لو راح يرخص، لو وقف في حمله مروريه في الشارع، ممكن يواجه اي مشكله؟ لا مستحيل. مستحيل. انا لسه مرخص العربيه من شهرين ورفعت بصمه والعربيه اتفحصت، مفيش اي مشاكل. وحتى الضابط بيقول لي ايه كده، بقول له ده جهاز كذا جرين تيربو بيوفر بنزين، المفروض يسقف لك. واتبسط يعني، قعد شرحت له الجهاز. حضرتك مركبه في عربيتك؟ مركبه في عربيتي. كمان المهندس محمود عاطف هو مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظه القليوبيه. حضرتك اسست فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظه القليوبيه، مكان متشاف جدا ومحتاجين الناس تفهم يعني ايه جرين تيربو، بتعمل ايه؟ تمام. جرين تيربو هي اول خليه هيدروجين بتساعد في عمليه الاشتعال، فبالتالي البنزين او الوقود اللي حضرتك بتحطه في العربيه بتاعتك بيحترق بشكل كامل. في الحقيقه انا ما كنتش مصدق ومستوعب الفكره والتكنولوجيا الجديده اللي موجوده ديت وحجم الجهاز. انا انبهرت بصراحه لما شفت الجهاز ده. الجهاز وفر معايا تقريبا نسبه 30%، عزم العربيه بقى اقوى، التسارع اتحسن جدا، صوت المكنه بقى اهدى. ركبت كام جهاز لغايه النهارده؟ شهرين. احنا ركبنا تقريبا حوالي 20 جهاز. تمام. بس احنا شغالين بطريقه مختلفه شويه عن باقي الفروع، ان احنا بنحاول نوعي الناس، فبنحاول ان احنا نشتغل اكتر على التنظيف الكربوني، لان حضرتك عارف احنا في منطقه يعني حوالينا زراعه كتير وكده، فاحنا مركزين على ان احنا نشتغل على الجرارات والحاجات اللي شغاله في الزراعه بشكل اكبر. يعني زائد على كده احنا اصلا في منطقه يعني بعيده شويه عن الطريق الدائري. انا كنت مثلا عشان اروح الجامعه 15 كيلو بس عشان اروح للطريق الدائري، فطبعا اليوم على ما اروح الجامعه وارجع او اروح الشغل وارجع بتكلم في مش اقل من 80 كيلو. فده طبعا انا اتفكرت بقولت يعني الشباب اللي موجوده اللي بتروح الجامعه والناس اللي هي بتروح شغلها في المنطقه عندي انا اقدر اقدمها، زائد على كده الناس اللي شغاله في الزراعه في المنطقه اللي حواليا. جهاز جرين تيربو وصل محافظه كفر الشيخ. هنقابل محمود عامر مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في مدينه كفر الشيخ. استاذ محمود عامر، فرع كفر الشيخ ان شاء الله جديد لتكنولوجيا المناخ، ايه اللي خلاك فتحت الفرع؟ استقبال الناس هناك لهذا الجهاز جرين تيربو؟ في اللي استقبلها لانه عارف الفكره، وفي اللي بصعوبه، وفي اللي احنا بنحاول نوصل له الفكره.
بالنسبه لك فرصه استثماريه كويسه ولا لا؟ جدا، وبنحاول فعلا ننشرها بحيث ان احنا نفيد ونستفاد عندنا في كفر الشيخ. بتفكر ازاي عشان تسوق الفكره هنا في كفر الشيخ عشان الناس تعرف اولا ماذا يعني جرين تيربو؟ بحاول اتعاقد مع النقابات، النقابه الهندسيه ونقابه الاطباء، لان الدكاتره والمهندسين بيسافروا كتير، فبحاول ان انا فعلا اتعاقد معهم بحيث ان هم لو هيعملوا الدوره للتنظيف نفسها، لان دي اللي هتعرفهم الجهاز بيعمل ايه في العربيه. تعالوا بقى نقابل حسن شاهين مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظه بورسعيد اللي بنزوره دلوقتي. نما الى علمي ان انت كان عندك مشروع لحديد التسليح، ورغم كده اتجهت بكل قوتك لجرين تيربو. جرين تيربو اقوى من حديد تسليح كاستثمار؟ كاستثمار اكيد. ليه بقى؟ لاسباب كتير. اول حاجه ان الحديد سلعه موجوده بقى لها كتير جدا، سلعه مطلوبه وسلعه غاليه، حاليا سوقها مش احسن حاجه، فمختلفه تماما عن فكره جرين تيربو. جرين تيربو انت احنا حاجه جديده تماما. الحمد لله باشمهندس رامي قدر يطور الجهاز بالشكل ده ان هو يكون فعال اكتر كمان من المنتجات الموجوده بره، ويكون سعره اوفر وكفاءته اعلى. انا طول عمري نفسي في حاجه بادئه من الاول، يعني نفسي اخد فكره من اولها وابدا بيها واطلع معاها. يعني طول عمري مش حابب ان انا اكون جزء من حاجه اوريدي موجوده وعجله ماشيه وخلاص، يعني انا حابب ان انا يعني اعمل حاجه يعني يبقى ليها هدف مهم، غير طبعا الربح المادي او الكلام ده، لازم يكون في هدف من الموضوع. وهدف جرين تيربو ان العالم يبقى احسن، فطبعا دي حاجه يعني اتشرف ان انا اكون جزء منها. يعني انا شايف الناس جايه وبتركب الحمد لله، يعني الحمد لله كل الناس اللي ركبت يعني سوق مبشر. الحمد لله الناس اللي ركبت كلها مبسوطه من الاداء العربيه ومن التوفير لا وفاهمين لان في حد ناقشني في اغلبيه الناس الهيدروجين بيطلع قد ايه. اغلبيه الناس وانا بعمل له كده. اغلبيه الناس اللي جات لنا يعني اغلبيتهم مهندسين، اكتر حد بيستجيب للموضوع اللي فاهم شويه الموضوع وعارف فكره الهيدروجين بيدخل يعمل ايه وازاي بيعلي الحرق وازاي ما بيأثرش على اي حاجه في الموتور. ولو ما فاتش مش هيدور العربيه مستحيل. هو ولو ما فاتش يبقى العربيه فيها مشكله كبيره. فدي خلت اعاقه الجهاز ان هو يشتغل باحسن كفاءه. اكيد قرار تركيب جهاز جرين تيربو اللي بتصنعه شركه جديد لتكنولوجيا المناخ في اي عربيه قرار مش سهل. تعالوا نقابل الجدعان اللي ركبوه فعليا ونفهم اسبابهم وتاثيره. هنقابل حسام الدين مصطفى، هو بالمناسبه محاسب في احدى الشركات الكبرى في بورسعيد. استاذ حسام الدين مصطفى، حضرتك في عربيتك الجميله دي ربنا يبارك لك فيها اللي بتتلمع كل يوم دي، عايزين نعرف انت ركبت الجهاز من امتى بالظبط؟ 3 شهور. فرق معاك ازاي؟ احكي لنا كده وبحياديه كامله. العربيه اللي كان السحب بتاعها قليل عشان علبه البيئه كانت مسدوده، فانا جيت اركب الجهاز على اساس ان هو بس ينظف لي علبه البيئه. بس الصراحه لما ركبت الجهاز اتلاقيت فيه كذا ميزه تانية. اولا العزم بتاعها عيله، علبه البيئه اتنضفت، استهلاكها في البنزين على الطريق قل بنسبه حوالي 40%. يعني توصل اسكندريه مثلا من القاهره ب 16 لتر ما كملت الصفيحه حتى؟ ممكن راحه. بس العربيه هنا كام سي؟ 1600. كلفك كام؟ اتكلفت 6 جرين تيربو 6500 جنيه. 6500 جنيه. لكن بقالنا قد ايه قلت لي؟ 3 شهور. والنتيجه مرضيه جدا جدا لحضرتك. جدا جدا. حضرتك يعني قبل الجهاز حاجه وبعد الجهاز حاجه تانية خالص، كانها تيربو. العزم بتاعها زاد بنسبه 100%. طيب تنصح الناس ان هم يركبوها؟ طبعا. اول حاجه هو هيحافظ لك على عمر الموتور، تاني حاجه الحساسات بتاعتك نضيفه طول الوقت، عمرها هيبقى الضعف، بدل 60,000 كيلو هتبقى 120,000 كيلو. هتوفر في البنزين لو انت بتسافر كتير، هتتبسط قوي من الجهاز. كمان الاستاذ محمد فؤاد قرر تركيب جهاز جرين تيربو اللي بتصنعه شركه جديد لتكنولوجيا المناخ، وهو مهندس بناء سفن في محافظه بورسعيد، وعربيته تقريبا زيرو. مهندس محمد فؤاد، حضرتك راجل بتاع بناء سفن صح ولا لا؟ صح. عربيتك نيسان صاني، ركبت الجرين تيربو من حوالي 3 شهور، ده اللي حضرتك قلته لي. مظبوط كده. النتائج عامله ازاي؟ في الارقام مذهله. انا بقالي 300,000 كيلو في العربيه 11 سنه. انا ركبته بعد 300,000 كيلو 11 سنه.
تمام. الارقام اللي في العربيه دلوقتي بعد ما ركبت الجهاز ما شفتهاش وهي زيرو. العربيه وهي زيرو المفروض تعمل 16 كيلو للتر الواحد. تمام. دي الايدله يعني اللي هي بقى ما فيش هواء ضدك، ما فيش رياح، وزيرو لسه الموتور زيرو المفروض. تمام كده. دلوقتي انا عملت 18 كيلو للتر الواحد وانا مشغل التكييف ومشغل الاضاءه، الاضاءه بتاعت العربيه برضو بتستهلك باور من الانجن بتاعي، وعمل 18 كيلو للتر الواحد بعد 11 سنه و300 الف كيلو. طب انت فكرت ليه ان انت لازم يبقى عندك الجهاز ده في العربيه؟ ليه اصريت وكنت بتتبع حاجات كتيره جدا ليه؟ حاجات كتيره جدا، لان انا كنت انا دايما المهندسين طبعا عندهم حته اللي انا عايز احسن اداء للموتور. الاوكتان بتاع الهيدروجين 120. انت بتحط بنزين 92 95، يعني لما بتحط 95 في العربيه ايه اللي بيحصل في العربيه؟ بتديك اداء احسن وتقول انا وفرت في الطاقه في البنزين عندي. صحيح. تمام. فانت بتاخد الطاقه واقل من الكونسيوم. طب لو حطيت لك 120 اوكتان ايه اللي هيحصل؟ هتستهلك اقل وهتاخد طاقه اكبر. فانت اللي بيعمل هنا الجهاز بيعمله ايه؟ بيدخل مع الهواء الخليط جوه السلندر، مع الخليط نسبه هيدروجين قليله جدا، فانت بتحط نسبه هيدروجين على على اساس اللي انت ترفع الاوكتان بتاع الوقود وتحسن الاحتراق الداخلي بتاع الموتور. ده اللي بيدي لك الباور عالي وبتقلل نسبه الاستهلاك بتاع البنزين. جرين تيربو هو اول خليه هيدروجين ذكيه تتصنع في مصر بنسبه 100% بتصميم مدمج ملوش مثيل في صناعة السيارات عالمياً، وشركة جديد لتكنولوجيا المناخ بكل خبراتها بتتحرك بقوة لتسويقه محلياً وعربياً. بجد يستحقه. تشاهدون بعد قليل. احنا ما بنقدمش حلول تقليدية، بنحاول نفادي المربي الأرضي من التكلفة العالية ومشاكل التربية الأرضي. بنسأل المهندس اللي ماسك العنبر مثلاً، ده عاملينه فين؟ شركة ايه؟ مصنع ايه؟ قد تكون الميزة الأولى في البطارية دي هي طريقة خروج السمك.